فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أصاب الثوب نجاسة ولم أعرف مكانها، فهل يجب أن أغسل الثوب كله؟ نعم، إذا ما تدري بعلاه ولا بسفله ولا بوسطه ولا أمام ولا خلف، تغسل الثوب كله حتى تخرج بيقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وإن خفي، يقولون العلماء، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزوالها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.